بعض من الناس ينتظر نزول المطر في بداية كل شهر عند ظهور هلال الشهر، هل يدخل هذا في حديث مؤمن بالكوكب كافر بي؟ لا علاقة للمطر بأول الشهر، مطر ينزل متى ما أراد الله في أول الشهر، في وسطه، في آخره، تابع لمشيئة الله، ما هو تابع للشهر أوله أو آخره. نعم.